هل تعلم كم تمثل الضرائب من دخلك السنوي؟ لماذا ندفع الضرائب؟ وكيف تتصرف الحكومات في كل هذه المبالغ؟ هل تخضع الشركات للجباية بنفس القدر؟ لماذا تختلف نسب الضريبة من بلد لآخر ومن فئة لأخرى؟ من يدفع أكثر، الأغنياء أم الفئة المتوسطة الدخل؟ ما هو التهرب الضريبي وكيف يمكن مقاومته؟ تابعونا في برنامج الجباية ببساطة، مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم. نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من الجباية ببساطة، مجلة جبائية تنتجها شبكة العدالة الضريبية Tax Justice Network، تعدها نورهان شريف، يخرجها هشام بن عمارة، ويقدمها لكم من استوديوهات إكسبرس أفام في تونس وليد بن رحومة. يمكنكم متابعتنا على الموقع الجباية ببساطة.com أو عبر صفحتنا في وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر الجباية ببساطة. تتابعون في هذا العدد ما يلي. كان في مشاكل كتير وثغرات كتيرة، أهمها أن القرار كان بيطبق على العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع العام بس، وبالتالي تم استثناء جميع العاملين في القطاع الخاص من مسألة الحد الأدنى للأجور في الوقت ده. مع بداية أزمة كورونا تم إرجاء تنفيذ الموضوع في القطاع الخاص، باعتبار أن القطاع الخاص تعرض يعني لضربات شديدة في فترة الكورونا، والمسؤولين شافوا أن مش ده أحسن وقت أن احنا نحط ضغط زيادة على القطاع الخاص. المؤسسات أو المنشآت الغير قادرة بسبب ظروفها الاقتصادية السيئة في الفترة الحالية هي مستثناة من التطبيق الحد الأدنى للأجور ده. أغلبية الشركات الخاصة في مصر هي شركات تشتغل في السوق الغير رسمي أو في الاقتصاد الغير رسمي، يعني رقميا من حوالي 3,700,000 منشأة خاصة في مصر، في أكثر من 2,000,000 بيشتغلوا في الاقتصاد الغير رسمي. معدلات التضخم بقت رهيبة جدا وبتزيد، تعمل نقلات سنوية كبيرة بالذات في الاحتياجات الأساسية، خصوصا أن مصر بلد بتستورد ما يقرب من 60-70% من احتياجاتها الغذائية الرئيسية. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. مرحبا بكم من جديد في الجباية ببساطة. نستهل هذا العدد من خلال أخبارنا المتفرقة والتي نبدأها من لبنان، حيث جاء في تقرير للبنك الدولي بأن لبنان يمر بأسوأ أزمة مالية منذ منتصف القرن 19 بسبب فساد النخبة السياسية. وقد قال البنك الدولي في تقرير صدر في شهر يونيو حزيران 21 و2000 أن الانهيار الاقتصادي في لبنان من بين أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ منتصف القرن 19، ويتوقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تقترب من 10% لسنة 21 و2000، وذلك حسب ما نقله تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني. وقد جدد محتجون لبنانيون قطع طرق رئيسية في العاصمة بيروت ومدن أخرى شمالي وجنوبي البلاد بعد هبوط قياسي للليرة أمام الدولار، فيما اضطر الجيش إلى طلب تعزيزات لمواجهة المتظاهرين أمام محيط مصرف لبنان في طرابلس. وكانت وزارة الاقتصاد اللبنانية قد أعلنت رفعاً جديداً لسعر ربطة الخبز وتخفيض وزنها اعتباراً من غرة يوليو تموز للمرة السادسة خلال عام، في وقت لا تزال تتصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد. نبقى في لبنان، حيث كشف تحقيق أجرته تومسون رويترز أن المصارف ابتلعت ما لا يقل عن 250 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة للاجئين والمجتمعات الفقيرة في البلاد. التحقيق قال أن مسؤول إغاثة ودبلوماسيين من الدول المانحة للبنان أكدوا أن ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة التي قدمتها الأمم المتحدة في لبنان امتصتها البنوك منذ بداية الأزمة في سنة 19 و2000، بينما أكدت تقارير تدهور أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان. من لبنان ننتقل إلى تونس، والتي تعيش على وقع أزمة اقتصادية زادت في إشعال فتيل الاشتباك السياسي، حيث توقع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تحقيق نسبة نمو بـ 2.7% لسنة 21 و2000، شريطة أن يكون التعافي معتمداً على طرح اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والإصلاحات الاقتصادية وقطاع السياحة الحيوي. نفس المصدر
توقع نموا ب 2.9% لسنة 22 و 2000. تونس التي تعيش قلقا من التفاوت بين الأقاليم والولايات في التسجيل على منصة التلقيح، حيث كشفت خارطة توزيع المسجلين لتلقي لقاح كورونا في تونس عبر المنصة التي خصصتها وزارة الصحة لهذا الغرض عن فوارق شاسعة بين عدد الملقحين في الشريط الشرقي للبلاد مقابل ضعف في عددهم على الشريط الغربي المصنف الأكثر فقرا والأقل تنمية. وجود هذا التفاوت بين عدد المسجلين بين مختلف محافظات البلاد أعاد إلى الواجهة جدل الحق في الصحة واستمرار التمييز في حصول المواطنين على التطعيم. في نفس السياق، دعا نشطاء وأطباء إلى تكثيف حملات تسجيل المواطنين بالتوازي مع حملات التلقيح المتنقلة التي بدأتها وزارة الصحة داخل المناطق الريفية والأقل ربطا بشبكات الإنترنت. إلى السودان الذي حصل على تخفيف في أعباء الديون من خلال مبادرة هايبك. قرر المجلسان التنفيذيان للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي IDA وصندوق النقد الدولي أن السودان اتخذ الخطوات اللازمة لكي يبدأ الحصول على تخفيف في أعباء الديون من خلال المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. والسودان هو البلد 38 الذي يصل إلى هذه العلامة الفارقة المعروفة باسم نقطة اتخاذ القرار في مبادرة هايبك. إلى مصر التي تحصلت على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك بعد أيام من موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثانية للبرنامج المصري. وقد تم صرف هذا الجزء الأخير من القرض بعد أيام قليلة من الموافقة. نبقى مع أخبار القروض لكن في الأردن هذه المرة، حيث وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة كورونا، وذلك من إجمالي المشروع البالغة قيمته 1.213 مليار دولار. ومن المتوقع وفق بيان صادر عن البنك الدولي أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن على تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ. نختم أخبارنا المتفرقة دوليا، حيث توصلت مجموعة السبع التي تضم أغنى دول العالم إلى اتفاق تاريخي لسد الثغرات الضريبية عبر الحدود والتي تستغلها بعض أكبر الشركات. وقالت مجموعة السبع أنها ستدعم حدا أدنى للضريبة العالمية على الشركات عند نسبة 15% على الأقل، وستتخذ تدابيرا لضمان دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها الشركات. ابقوا معنا في الجباية ببساطة، بعد قليل يجمعنا حوار مع الباحث في الاقتصاد السياسي كريم مجهد في موضوع الحد الأدنى للأجور في مصر. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. عدنا في الجباية ببساطة، وفي هذا الجزء نحاور الباحث في الاقتصاد السياسي كريم مجهد في موضوع الحد الأدنى للأجور في مصر. أستاذ كريم، أهلا وسهلا بك. في البداية، هل يمكن إعطائنا خلفية عن المعركة بالنسبة للحد الأدنى للأجور وذلك منذ سنة 11 و2000؟ طبعا تمام. هو ببساطة بعد أحداث يناير في 2011 ابتدى يزيد الكلام على مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور، خصوصا مع اللي ينفع نسميه الطموحات أو الأحلام اللي كانت موجودة والضغوط الشعبية الكثيرة اللي كانت حصل في الوقت ده، خصوصا مع بقى انتشار افكار معينه يعني في اوساط الناس العاديه ان الفتره الجايه هيبقى فيها تغييرات حقيقيه وتغييرات بجد تمس يعني مستوى المعيشه بتاع الفرد، وان يعني الفتره الجايه هيبقى يعني ما بعد 2011 هيتحقق فيها احلام الطبقات الكادحه. يعني ببساطه المفروض كان في الفتره دي كلام على الحد الادنى ان هو يبقى حوالي 700 جنيه، وده طبعا كان يعتبر رقم مش كبير قوي بس في نفس الوقت رقم ما يغطيش برضو الاحتياجات الأساسية بتاعت أي شخص. تقريبا كم يعادل بالدولار؟ ساعتها الدولار أظن كان هيبقى في حدود يعني أقل من 10 جنيه، مش فاكر الرقم بالظبط بس ممكن يبقى كان في حدود 7-8 جنيه، يعني حوالي أقل من 100 دولار أعتقد. في أحسن الحالات، في أحسن الحالات 100 دولار. أظن كده في الفترة دي الريت هيبقى حوالي كده. بعد كده الكلام فضل يعني بقى فيه زخم للمشروع بتاع الحد الأدنى للأجور، وبالفعل في 2013 تم إقرار
ان هيبقى في حد ادنى للاجور بقيمه 1200 جنيه شهريا، الا ان طبعا على اساس ان هو يبتدي يطبق من يناير 2014. بس طبعا كان في مشاكل كتير وثغرات كتيره في القرار ده، اهمها ان القرار كان بيطبق على العاملين في القطاع الحكومي او في القطاع العام بس، وبالتالي تم استثناء جميع العاملين في القطاع الخاص من مساله الحد الادنى للاجور في الوقت ده. الحاجة الثانية كانت الرقم اللي هو 1200 جنيه ده رقم شامل للحوافز والبدلات، أي أنه يعني ده بعد إضافة كل حاجة، مش رقم مضمون لوحده، لا ده الحد الأدنى بعد إضافة كل الامتيازات الثانية زي حوافز أو بدلات أو يعني أي مدفوعات من النوع ده. وبالفعل المفروض القرار يطبق في الوقت ده اللي هو 1200 جنيه، بس بعد كده في 2019 قرروا ان هم يرفعوا الحد الادنى للاجور ويخلوه 2000 جنيه، بس القرار اتاخر تطبيقه 7 شهور بعد ما تم اقراره، وكان في مشاكل كتير لان في مؤسسات حكوميه بالفعل ابتدت تطبقه ومؤسسات تانية كانت رافضه، ان يعني او مش رافضه اسف، كان عندهم مشاكل ماليه منعتهم من ان هم يطبقوا، فكان في لغط كتير حوالين هل تم اقرار القرار بالفعل ولا لا. نظريا هو تم اقراره فعلا، بس ما ابتداش تطبيقه غير بعديها بعده شهور. ونفس المشكله بتاعه الحد الادنى الاولاني، ان ده برضو الكلام كان ان هو اوكي ده هيشمل العاملين في القطاع الحكومي او في القطاع العام والقطاع الخاص، بس مع بدايه ازمه كورونا تم ارجاء تنفيذ الموضوع في القطاع الخاص، باعتبار ان القطاع الخاص تعرض يعني لضربات شديده في فتره الكورونا، والمسؤولين شافوا ان مش ده احسن وقت ان احنا نحط الضغط زي ما هم كانوا شايفينه زياده على القطاع الخاص. استاذن منك، ما استنتجه من كلامك ان في مصر لم يكن هناك حد ادنى للاجور قبل 11 و2000، فيما بعد تم اقرار حد ادنى ولكنه بسيط جدا ولم يتم اقراره على الجميع. بالضبط كده، اقتصر يعني على القطاع الخاص، اقتصر على القطاع العام والقطاع الحكومي، اقتصر على القطاع العام والقطاع الحكومي. الآن المعركة إلى أي حد وصلت بالضبط؟ هو مؤخرا في شهر 3 على ما أعتقد اللي فات تم رفع الحد الأدنى للأجور مرة ثانية ل 2400 جنيه، ودولار دلوقتي تقريبا سعره 15.6 أو 15.7، يعني هيبقى تقريبا نفس الرينج اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده اللي هو حوالين 100 دولار تقريبا مورور لاس يعني. بس حصل لغط من جديد حوالين تطبيقه على القطاع الخاص ولا. في الأول قالوا إن القرار يشمل القطاع الخاص، بعد كده السكرتير بتاعت لجنة القوى العاملة في البرلمان طلع قال الكلام ده مش صحيح، وإحنا ما عندناش أي خطط لتنفيذ القرار أو يعني لإلزام القطاع الخاص بأنه ينفذ هذا الحد الأدنى من الأجور، إلا إن امبارح طلع قرار جديد ان القطاع الخاص ملزم ان هو ينفذ الحد الادنى من الاجور ده، بس عملوا استثناء، وهو استثناء في الحقيقه بيبوظ القاعده كلها، لان وفقا للاستثناء ده المؤسسات او المنشات الغير قادره بسبب ظروفها الاقتصاديه السيئه في الفتره الحاليه هي مستثناه من تطبيق الحد الادنى للاجور ده، فده طبعا بيفتح باب كبير للتساؤل، لان اغلبيه الشركات الخاصه في مصر هي شركات تشتغل في السوق الغير رسمي أو في الاقتصاد الغير رسمي، يعني رقميا من حوالي 3,700,000 منشأة خاصة في مصر، في أكثر من 2,000,000 بيشتغلوا في الاقتصاد الغير رسمي ده، وبالتالي في تساؤل كبير، يعني أنت استثنيت الشركات اللي ظروفها وحشة، طب هل ده بيشمل الشق الغير رسمي ولا الشق الرسمي بس؟ وغير كده إيه يعني مفيش توضيح أو مفيش صراحة في الاستثناء ده، يعني هيبقى هيمد لأنهي نوع من أنواع الشركات اللي بتواجه أنهي صعوبات برضه، ففي لغط كتير حوالين يعني إيه الصعوبات اللي بتؤدي إلى هذا الاستثناء. هل هناك إمكانية لفرض هذا القرار وتطبيقه في القطاع الغير رسمي؟ هل يمكن للدولة المصرية أن تطبق هذا؟ نظريا ممكن، لأن هما الفترة اللي فاتت كان في جهود حكومية كتيرة لتوسيع القاعدة الضريبية، إن هما بيعملوا امتيازات للشركات الصغيرة علشان تسجل رسميا ويبقى وضعها قانوني، بس طبعا واقعيا ده صعب جدا، لأن ممكن يعمل اضطراب اجتماعي كبير
نظرا لان ثلاث ارباع الشركات الخاصه اللي بتشتغل في القطاع الغير رسمي هي شركات زي ما بيسموها كده necessary driven، اللي هي شركات مش منتجه على قد ما هي شركات او منشات بتشتغل في انشطه سواء تجاريه او صناعيه على مستوى صغير قوي حرفيه بالاكثر، ان هي في الاخر بتبقى منشات بتبقى مصدر دخل لصاحبها، ما بتبقاش معينه ناس كتير يشتغلوا معاها. فهي صعب جدا ان احنا نفترض ان القرار ده ينفع يطبق بالقطاع الغير رسمي. وهذه شركات لا تعتمد حسابات ولا تعتمد امور نظاميه يعني؟ لا طبعا خالص بالعكس، يعني ما فيش اي حاجه رسميه في الشركات اللي شغاله في القطاع الغير رسمي ده. وعشان كده يعني هو الارقام اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها حوالين عدد الشركات اللي في القطاع الرسمي هي دي مبنيه على تقديرات، لكن ما فيش يعني دراسه واقعيه حقيقيه نقدر نقول ان هي بتؤكد عدد اذا كانت الارقام دي حقيقيه ولا هي اكثر من كده كمان بالفعل، لان احنا عارفين ان القطاع الخاص في مصر هو الموظف الرئيسي، بمعنى ان هو بيعين ان هو بيشغل اكثر من 50% من اجمالي القوى العامله في مصر، بس اغلبيه القوى العامله اللي القطاع الخاص بيشغلها دي شغاله في القطاع الغير رسمي. فصحيح ان الدوله عايزه تدمج القطاع ده كمصدر جديد للضرائب، بس في صعوبات كتيره لان تكلفه الموضوع على الشركات دي كتيره جدا. اتنين، الالتزامات اللي هتنتج او اللي هتقع على يعني كعبء على الشركات دي نتيجه تسجيلهم الرسمي كتيره، ودي مشكله لان زي ما كنت بقول من دقيقه الشركات دي ثلاث ارباعها بتبقى حاجه يعني تشتغل مصدر للدخل، لكن مش ربحها مش بالضروره بيبقى كبير او انتاجها كبير بحيث ان هو يقدر يعني يزود دخلهم وان هم يقدروا يطبقوا حاجه افكار زي الحد الادنى من الاجور فيه. طيب في تقديرك استاذ كريم مجاهد، ما هي تبعات هذا القرار؟ هل سيستفيد العامل المصري من هذا القرار فعليا، ام ان هذا القرار سيزود من التفاوت الطبقي والاجتماعي في مصر؟ لا انا اعتقد ان يعني بشكل عام القرار هيؤدي طبعا بشكل مبدئي لحدوث تضخم، نظرا لان هم هيبقوا بيدفع لهم فلوس اكتر، بس في الحقيقه حتى رقم 2400 جنيه ده رقم ضعيف جدا، يعني بالنسبه للاسره لو افترضنا ان الاسره فيها اب عامل وست مثلا سيده منزل وطفلين، الرقم ده طبعا ضعيف جدا ما يغطيش. وحتى لو افترضنا ان الراجل ومراته بيشتغلوا، وبما ان الستات كده كده في مصر اجورهم في الاغلب بتبقى اقل من اجور او مرتبات الرجاله، في الاخر الاسره دخلها في المتوسط ممكن يوصل حتى بعد ال 2400 جنيه دي هيبقى مثلا في حدود 3.5 4 4.5 ماكسيمم. الرقم ده غير كافي على الاطلاق ان هو يغطي الاحتياجات الاساسيه بتاعه اسره مكونه من اربع افراد، خصوصا مع ازمات زي الكورونا ومع ارتفاع يعني تكلفه المعيشه بشكل رهيب في السنين الاخيره في مصر. فالرقم مش هيبقى كافي ان هو يحدث تغيير حقيقي او تغيير ملحوظ على مستوى المعيشه. يعني خصوصا هنا كمان ما ننساش ان الارقام الرسميه الاخيره كانت بتوضح ان في حوالي 32.5% من اجمالي الشعب المصري عايش على خط الفقر او تحتيه، وخط الفقر هنا متحدد ب 735 جنيه، ده تقريبا على تقريبا اقل من 50 دولار في الشهر. جوه ال 32.5% دول كمان في 6% عايشين على اقل من 490 جنيه في الشهر، اللي هو خط الفقر المقلع. يعني في خط الفقر الاساسي وخط الفقر المقلع ده اللي هو اقل كمان من خط الفقر الاساسي. فيعني احنا اوريدي شايفين بالفعل ان يعني حوالي ثلث الشعب عايش على خط الفقر او تحتيه بالمبالغ الصعبه دي. فممكن يعني ممكن يعني هيبقى ممكن الرقم الجديد ده هيبقى يعني يعمل تحسن، بس هيبقى تحسن ضعيف ومش ملحوظ، خصوصا ان تكلفه المعيشه بتزيد جدا، وان طبعا ثلاث ارباع الناس بتشتغل في القطاع الغير رسمي مش في القطاع الرسمي، وبالتالي هم ممكن ما يستفيدوش خالص اصلا او ما يتحصلوش من الاساس على الزياده دي. كيف كان رد فعل النقابات المصريه فيما يخص هذا الاجر الادنى؟ هو على المستوى السنين اللي فاتت طبعا كان في يعني نقاشات دايره، بس طبعا مع يعني صعوبه العمل النقابي في مصر في الفتره الاخيره ما بقاش في مجال قوي لان النقابات تلعب دور يعني واضح في العمليه دي. طبعا في اتحاد العمال الرسمي
بس ده يعني ما نقدرش نعتبره ممثل حقيقي عن النقابات او عن الطبقة العاملة في مصر يعني، لانه هو اتحاد رسمي يتبع السياسة الرسمية للدولة، وبالتالي هو مش معبر خالص يعني عن رغبات العمال، وكمان مفيش مساحة حقيقية لان يبقى فيه نقابات تقدر تتكلم او تشارك في العملية دي. يعني يمكن الفترة الجاية نبتدي نشوف كلام اكتر من النقابات، بما ان القرار يعني بتاع تطبيق الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص طلع امبارح، او الزام يعني القطاع الخاص بتطبيقه. بس انا شخصيا مش متوقع ان النقابات يبقى ليها اي دور حقيقي في الموضوع ده. طيب هل سيؤثر هذا القرار على نفقات الدولة، بما ان الشركات الحكومية هي التي ستتكفل بتطبيق هذا القرار لعمالها وموظفيها، هل سيؤثر هذا على نفقات الدولة في تقديرك؟ يعني بشكل محاسبي يجوز ان احنا نقول كده طبعا، بس في الاخر الزيادات دي مش هتبقى زيادات ضخمة، بما يعني ان هو يضع عبء اضافي على ميزانيات الشركات العامة دي خالص. لان احنا بنتكلم في الاخر في زيادة 400 جنيه في كل عامل، واحنا عارفين مثلا ان القطاع العام عدد العمال اللي فيه 800,000 او ما يقرب يعني من 800,000 او يمكن 500,000، اسف، ما يقرب من 500,000. ففي الاخر الزياده مش هتبقى عبء حقيقي، خصوصا ان الشركات دي على عكس ما يشاع مش كلها بتخسر، فيها شركات كتير بتحقق ارباح، فبالتالي مش هتبقى يعني ما اعتقدش ان هي هتبقى عبء كبير خالص على ميزانيات الشركات دي. على فكرة أنا متأكد أن الكثير من المستمعين سيتفاجؤون بأن مصر لا تعتمد حد أدنى للأجور إلى حدود سنة 14 و2000، لأنه في عديد الدول سواء العربية خاصة شمال إفريقيا وكذلك عديد الدول الأوروبية هذا معمول به منذ عشرات السنوات. صحيح في العالم العربي الأجر الأدنى هو بسيط، يعني مثلا في تونس أو في الجزائر أو في المغرب هو مكفول ولكنه لا يفي بالحاجة، هو أجر زهيد، لكنه معمول به منذ عشرات السنوات. يبدو أن الموضوع تأخر كثيرا في مصر. بصراحة في فترة أواخر الخمسينات والستينات اللي هو عصر حقبة جمال عبد الناصر، على ما أعتقد كان في حد أدنى للأجور في الفترة دي. مش متأكد في النص من أيام يعني من بداية عصر السادات لحد 2011 إيه اللي حصل بالضبط، بس على الأغلب كان في، ممكن يكون القانون كان موجود بس غير مفعل، بس أنا ما عنديش معلومة مؤكدة بخصوص القضية دي تحديدا. على الأغلب كان الحد الأدنى للأجور موجود قانونا بالنسبة للشركات أو بالنسبة للعمال اللي موجودين في الشركات العامة، إلا إن هو مش بالضرورة كان مفعل. أعتقد إن ده كان الوضع. فطبعا طيب، هو زي ما أنت بتقول هو تأخر جدا إن هو يتم الاعتراف بالموضوع أو إن هو يتم تفعيل الموضوع. وطبعا زي ما أنت ما بتقول برضو على بقية الدول في شمال أفريقيا، هو حتى لو هو موجود دلوقتي هو زهيد جدا، يعني ما بيغطيش الاحتياجات الأساسية خالص للطبقة العاملة. طيب في ظل جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وخاصة الاجتماعية، هل ترى أن هذا كافي كقرار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفئات البسيطة من الشعب المصري، أم أن هذه الفئات في حاجة إلى قرار أقوى لإنقاذها؟ لا طبعا احنا محتاجين قرارات اقوى من كده بكتير، لان زي ما كنت بقول من شويه احنا تلت الشعب عايش على خط الفقر او اقل، وبالتالي احنا محتاجين ضمانات ان الحد الادنى للاجور ده هيتم تنفيذه وهيبقى مضمون لجميع العاملين سواء في القطاع العام او القطاع الخاص. فلازم يبقى في ضمانات من النوع ده، ضمانات تؤكد ان الحد الادنى للاجور هيوصل بالفعل للناس المستحقه ليه. الحاجة الثانية ان احنا محتاجين يتم ربط الحد الادنى للاجور ده باي طريقة او اداة حسابية ان تضع في الاعتبار مسألة التضخم، لان احنا طبعا بعد بداية تنفيذ الاجندة النيوليبرالية في مصر في اخر 7 أو 8 سنين معدلات التضخم بقت رهيبة جدا وبتزيد، بتعمل نقلات سنوية كبيرة بالذات في الاحتياجات الاساسية، خصوصا ان مصر بلد يعني بتستورد ما يقرب من 60 أو 70% من احتياجاتها الغذائية الرئيسية، وده كله طبعا مربوط بسعر الدولار. فالتضخم السنوي بيعلى جدا يعني كل سنة عن اللي قبليها، ومفيش اي طريقة تضمن ان الحد الادنى للاجور ده هيزيد بشكل مساوي للزيادة السنوية بتاعة التضخم، فاحنا محتاجين ان ده يبقى موجود. كمان الحاجة الثالثة والاهم ان احنا محتاجين برامج دعم بتستهدف الفئات
والطبقات اللي محتاجة الدعم. صحيح في برامج دلوقتي موجودة زي تكافل وكرامة وأظن حياة كريمة أظن البرنامج التاني اسمه كده، بس في مشاكل كتيرة جدا في الطريقة اللي البرامج دي بتشتغل بيها على مستوى الاستهداف. يعني هما بيستهدفوا فئات معينة، بس الكلام اللي طلع في الفترة الأخيرة إن الطريقة نفسها بتاعت الاستهداف دي ما بتوصلش المبالغ بتاعت الدعم للناس المستحقة ليه، بالعكس في لخبطة شديدة بتؤدي إلى إن المبالغ دي بتوصل لناس المفروض يكونوا غير مستحقين. هل هناك قاعدة بيانات تعتمدها الدولة في توزيع هذه المساعدات أم أن الأمور تسير بشيء من العشوائية؟ لا، ما دي مشكلة طبعا تانية عندنا في مصر وزي بقية المنطقة طبعا، إن مسألة الوصول لداتا تقدر تعتمد عليها وإن داتا تبقى يعني updated بشكل سنوي أو بشكل شهري أو بشكل مستمر، ده طبعا مش حاصل خالص. بعد صعوبات شديدة بتقدر توصل ممكن لأرقام إجمالي الناس المستحقة أو إجمالي المبالغ اللي اتصرفت، لكن ما بتقدرش تعرف تفاصيل أكتر، وضرورية جدا علشان تقدر تحدد إذا كان فعلا الفئات اللي المفروض البرامج دي تستهدفها بتتحصل على المبالغ دي ولا لا. جزيل الشكر لك يا أستاذ كريم مجاهد. ما نستنتجه من كلامك أن حتى في صورة ما سيقع الترفيع في الرواتب والأجور، المقدرة الشرائية ستظل متدهورة، وهذا مؤسف فعلا في ظل التضخم الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة. بالضبط كده، خصوصا كمان خلينا ما ننساش أن مع طرح أو مع إعادة طرح قضية الحد الأدنى للأجور بعد 2011، كان لو أنا متذكر بشكل صحيح يعني أظن في سنة 2014 أو 2015 كان تم فتح ملف جديد اللي هو الحد الأقصى للأجور، إن هو كان في كلام على إن عايزين يبقى في حد أدنى وحد أقصى في القطاع الحكومي والقطاع العام، بس طبعا القرار ده اترفض. الموظفين الكبار نجحوا إن هم يضعوا ضغوط على الدولة بحيث إن هي أرجعت تطبيق والتفكير في المشروع، والحد ما يعني الموضوع بشكل أو بآخر مات تقريبا، لأن ما سمعناش خالص عن عودة يعني فتح الملف ده في الفترة الأخيرة. في ظلم واضح طبعا هنا تجاه الفئات ذات الدخل الأدنى أو الفئات الكادحة، يعني إن هم أقل فئات بتاخد مساعدة من الدولة، وحتى المساعدة دي زي ما أنت كنت بتقول مش كافية خالص. الباحث في الاقتصاد السياسي كريم مجاهد، شكرا على كل هذه الإيضاحات. شكرا لكم. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من الجباية ببساطة، أنتجتها شبكة العدالة الضريبية تاكس جاستس نتورك، أعدتها نورهان شريف وأخرجها هشام بن عمارة، وقدمها لكم من استوديوهات إكسبريس أف أم في تونس وليد بن رحومة. إلى اللقاء. تابعونا في برنامج الجباية ببساطة، مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم، نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية.